يا بابا يا ريتني ما سمعت كلامك يا عم، من ساعة ما قصيت شعري مفيش ولا واحدة بتبص لي. لا لا تمام تمام تمام. ايه بابا عايز حضرتك؟ اه عمر قديمة قديمة. الحقني يا عمر الشكل ده قولت بجد. يا ولادي يا ولادي عمر انت مجنون. تكلمي جد؟ تكلمي جد؟ يا جماعة حد يشوف لنا المية السخنة بسرعة. مية سخنة انت هتولدني هنا؟ طب اعمل ايه؟ في مستشفى هنا؟ بره على اول الشارع. يلا يا عمر امسكني امسكني. معندكش ميه سخنه؟ معندكش انت حاجه تاخد فيها؟ يا حيوان هتلعب كده في الشارع؟ انت بتاع من فين؟ الدكتور اللي هنا فين؟ الدكتور هنا فين؟ عمليات فين؟ مين؟ وراها مدام. اهدي يا مدام اهدي يا مدام اهدي يا مدام اهدي 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 يا مدام. يا رب يا رب ولد يا رب. يا ابني يا ابني شيل الفكرة المتخلفة دي من دماغك بقى. انت ليه متخيل انك عشان كنت بني ادم زفت وصايع ان ربنا هيعاقبك ويبعت لك بنت تطلع حباب عينيك الاثنين؟ لا يا حبيبي ربنا ما بيخلص حق حد من حد ولا تزر وازرة وزر اخرى. ايوه مدام سلمى حالتها عصبيه جدا وعايزاه البس. اهدي يا مدام اهدي يا مدام. مالك يا سلمى؟ اهدي 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 معلش معلش اهدي اهدي. ها انا مين ايه؟ انا عمر. اهدي خدي نفس خدي نفس خدي نفس. اهدي اهدي. ها اتفضلي يا دكتور. اه انت مجنونه يا مدام. اهدي معلش يا عمر. بكره بيتك رهيني ليه؟ اغتصبتك يعني مش بمزاجك؟ لا طلعني يا عمر. انا عايز الكبير هنا بس. اولادي ما شاء الله بنت زي القمر. بنت مش عايزها مش عايزها. رجعها رجعها تاني دخلها جوه جوه جوه. احمد ربنا يا حبيبي دي ملاك. الحمد لله. نهار اسود اتخضيت ليه يا عبيد؟ ده باب نع عايز ايه؟ الفجر اللي انت فيه ده. الشرابات بتاعتي فين؟ والفاكس الفاكس كان على المكتب امبارح. ثواني يا انكل بنولع عليه ونجيبه لك. بتروله على الفاكس؟ طب ما جبتوش طابع ليه؟ اتفضلوا اطلعوا بره. بابا عيب قلت لك 100 مره ما تصغرنيش قدام صاحبي. وكمان بتعلي صوتك عليا مش كفايه جايبان اتنين؟ انا قلت لك 100 مره مالكش دعوه بحياتي الشخصيه. انا بحب الولاد بحب الولاد بحب يا رب يا رب. ولد المره دي ولد ان شاء الله ان شاء الله.
يا ابني ما كنت تعمل لها سونار عشان تعرف اذا كان ولد ولا بنت بدل العذاب اللي انت موجود فيه ده دلوقتي. يا ابني يا ابني شيل الفكره المتخلفه دي من لا الجمله دي لا ارجوك ابوس ايدك بلاش الجمله دي. انت ما عندكش عيال. انا حاسس ان انا بخلف بنات بسبب الجمله دي. بس قولي مبروك المدام جابت بنت. فرقت بنت. سوري سوري عمر بس مش قادر اكتبها. البس تاني يا بطل. طلعني يا عمر. انا عايزك تطلعني. ما بقتش طايقه العيشه معاك. انت ايه؟ انت اللي نفع تكون زوج ولا نفع تكون اب؟ ده ده يا اخي معقد. في واحد في الدنيا عنده بنتين يبقى بيناديهم عثمان وابو القاسم. بتقول ايه؟ عمر انا بكلمك كلمني هنا. بطلي بقى الاسطوانه الحمضانه اللي انت حافظاها دي. ما تغيري بقى انت ايه غاوي انا كده؟ انت اللي عايز تجنني بقى مايلك السودا. مش كفايه نزواتك اللي هي ما فوتها لك؟ بقول لك ايه؟ انا عمري في حياتي ما خنتك. غير ثلاث اربع مرات والموضوع ده خلص وانتهى من زمان وقفلناه. حتى الشغاله مشيتها عشان خاطرك. تصدق اشعرت من حنيتك عليا؟ شفتي؟ شفت في عينك. ده اوبشن سيادتك نازل بيه؟ انت المفروض ما تخونيش طول عمرك. اضربيني بيه احسن. اضربيني بيها كده ضربتين على دماغي. انا مش فاهم ايه اللي غيرك من ناحيتي؟ ايه اللي ما بقاش عاجبك فيا بالكرش ده؟ اشفوتي 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 على طول. بصي لنفسك في المرايه يا حبيبتي وانت تعرفي المرياله اللي حضرتك مثبتاها طول الوقت معتزه بيها على ايه؟ محسساني ان هي فستان الفرح لابسها لي 24 ساعه. انت عارفه اخر مره شفتك كنت عامله شعرك فيها كان من امتى؟ فاكره؟ من قبل ما تخلفي على طول. وبعدين حقوقي الزوجيه يا هانم مش بتديها لي ليه؟ كل ما اقرب منك معلش اصل عندي ظروف معلش اصل هصحي العيال بدري معلش اصل حواجبي ورمت. حواجبي ورمت ايه علاقه الحواجب بالحاجات؟ اتلكك 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 عشان ما تعزلش صح؟ عشان تقعد تعكس في الستات في الطلعه والنازله صح؟ صح؟ ايه يا هبله انت؟ انا مش فاهمه يا اخي. ما كل الرجاله مبسوطه مع مراتها صح؟ صح؟ حلوه النكته دي حلوه. انت بتضحك؟ طب طلقني يا عمر. يلا بنت تجري من هنا. سديتي نفسك جاتك القرف. طب والله العظيم ما انا واكل. هاتي دي. انا نازل وسايب لك البيت ومش هعزل برضه. وسيب الطبق.